ممكن بشراكة مع لياسيو. دونك في الأسبوع اللي فات حكيت مع زميلتي منارة توكابري وسيم على تطورات الوضعية في البحر الأحمر والتصعيد المتواصل بسبب سيطرة الحوثيين على الممر وتعطل الحركة البحرية. أنا اليوم في ممكن نحب نركز بلوتو على الاضطراب متاع الحركة البحرية هذه، شنو تأثيره على الاقتصاد العالمي وعلى حركة التجارة العالمية. فما تخوفات كبيرة أنه يصير موجات جديدة متاع التضخم وكذلك تباطؤ اقتصادي. دونك نحب نوضح اليوم زادة دونز ان دوزيام فولي شنو تبعات ممكن على تونس إذا فما اللي 98% من مبادلاتها التجارية هي بحرية بالأساس. أولا باش المستمعين ينجموا يفهموا لومبلوغ متاع اضطرابات الشحن البحري هذية، نحب نذكر اللي البحر الأحمر هو أسرع طريق بحري يربط بين آسيا وإفريقيا وأوروبا، ولذا التعطيل متاع أي شحن بحري بالنسبة للدول اللي تأثرت باللي صاير خلى العديد من الشركات العالمية في المجال هذية يتعلن عن توقف نشاط مصانعها وعملها أو تخير تعلق مرورها من الممر هذي وبالأخص عبورها من باب المندب واللي هو ممر رئيسي بالنسبة ل 40% من التجارة الدولية. من خير ما ننساو الهاجس الكبير زادة اللي هو ارتفاع أسعار النفط، ونعرفوا الكل شنو صار بعد حرب روسيا وأوكرانيا وأزمة الإمدادات والطاقة والحبوب وغيره. بالنسبة لتونس وهذا اللي همنا ديما ما فماش يعني تأثير حيني مع تصحيح، لكن وما فماش زادة استهداف مباشر الحمد لله، لأنه الحوثيين يتعرضوا للسفن اللي عندها علاقة بالكيان الصهيوني أو دعم ليه، لكن التأثير خلينا نقوله متعلق بالأساس بارتفاع أسعار التأمين وبالتالي كلفة الشحن يعني الفخات. نحب نقول اللي بعد الأحداث الأخيرة فما حوالي 30 يوم تأخير في التراجي على كل سفينة، والتأخير بالطبيعة يتسبب كما قلت في زيادة مصاريف الشحن على كل حاوية، والمصاريف هذه تتراوح بين 1,000 و 3,000 دولار. هذا كان أكد عليه المدير المركزي المكلف بالدراسات والتنمية في الديوان البحرية التجارية والموانئ، واللي كان ضيفنا البارح في 90 دقيقة في اليسار. قال زيدا اللي فما مشكلة على مستوى الحاويات باش تكون، لأنه باش يكون فيها ندرة ومعناتها باش تقل بشوي بشوي. دونك الحاويات اللي تتعدى من لي بور دو ترونسبوردمون كيما مالطا واللي هي جاية من آسيا وعن طريق البحر الأحمر. كيف في شهر جانفي كان فما دوز اسكال أنولي، فما سفن اللي كانت تجيب 400 حاوية توا تنجم تجيب 200 ولا 150. يعني التأثير خلينا نقولوا بوغ لو مون الحمد لله مش كبير، لكن نجموا نحسوا بروغريسيفمون على مستوى كلفة الشحن. دونك الحاويات الفارغة باش تكون معناتها أقل من العادة. سينو هذا ما يمنعش انه فما توصيات تذكرت البارح في النقاش، وقلنا انه فما فرص كبيره نتاع استثمار لتونس. رغم هذا الكل لازم نستغلوها، لازم الاغلاط اللي صارت في الكوفيد وقت اللي ما عرفناش نكونوا احنا منصه الاوروبا اللي معنا معاها 70% من الترافيك ماريتيم وهي تعتبر شريكنا الاقتصادي. وهنا نحب نشير بالمناسبه للاتحاد الاوروبي كان من اكبر الخاسرين بعد اللي صار، لانه في شهر ديسمبر كان فما تراجع بتقريبا 1.3%. لكن اليوم احنا عندنا فرصه للتدابير نجمو نستغلوها، مثلا كي تبدل الترافيك اللي مشي لتركيا في العاده وللبحر الاسود وشرق البحر الابيض المتوسط، كيف يبدا عندنا احنا مثلا ميناء مجهز كيما نتاع المياه العميقه كيما اللي حكينا عليه برشا في نفيذة، اذا يكون موجود فما السفن هذيك تنجم بعد كي تتعدى من مضيق طارق بعد المغرب تلقى تونس، تنجم تهبط الشحنه نتاعها وتكمل على روحها من غير ما تضطر تمشي لشرق البحر الابيض المتوسط. كيف من الفرص اخرى اللي تنجم تكون متاحه في الطاقه، فما دول عرفت تستغل الازمه نتاع اوكرانيا وروسيا وتصدر الغاز نتاعها، راهنت على الانتقال الطاقي على الهيدروجين الاخضر على الامونياك فيغ، دونك باش تحد من تبعيتها. احنا عندنا ميست البايبلاين اللي بيننا وبين الجزائر نجمو نستغلوها، عندنا موانئ كيما في بنزرت ورادس هي مطله على الكنال دو سيسيل، كيف نجمو نستغلوها من خلال معناتها تزويد السفن بالطاقه بروشينمون، وعندنا زاده النعمه نتاع الطاقه الشمسيه والهوائيه في بعض الموانئ نتاعنا. كيف فما فرصه اخرى نجم نختم بها، مؤخرا ولا عندنا برشا تقارب مع شركات صينيه وكوريه في المجال البحري ويحبوا على صناعه السيارات في تونس. عندنا شركات واعدة ويعني عندها سنين في الشاي هذايا، دونك تم اقتراح مثلا ميناء جرجيس لانه في طاقة كبيرة متاع اراضي ممكن استغلالها وصالحة للاستثمار. دونك اللي حبيت نقوله اليوم في ممكن اللي رغم الازمات ورغم المحن العالمية لازم نعرفوا انه في برشا ازمات نجموا وممكن نخلقوا فرص. ممكن بشراكة مع لياسيو. شكرا لك على التحليل هذايا رحمه. كمون تظهر سهله الحكايه معناتها هكا تقول علاش ولا مش هكا
قرار معناتها وطبقوا. لا نحكي على حاجات يا تحكي عليها عندنا برشا وما قدمناش فيها يا حاجات قدامنا وماناش قاعدين نخدموا عليها. توتافي يعطيك الصحة رحمة كمون تجوت القوة ذايا أون ريبلاي. نذكروا فقرتكم ممكن كما كل نهار اليوم رحمة كمون غدوة تكون معنا منارة توكيبري وقعدوا معنا باش نمشيو مع فاصل قصير مع أخبار السبعة ونص كيما قلت لكم بعد شوية باش نقترح عليكم نعاودوا نسمعوا مع بعضنا باش نرجعوا على آخر حوار كان عنا مع أستاذة الاقتصاد فريال ورغي دي من البارح تم تعيينها كوزيرة الاقتصاد والتخطيط. هذا من بعد شويه في برنامجكم اكسبريس www.radioexpressfm.com تحبوا تتابعونا اونلاين او على مواقع التواصل الاجتماعي تحبوا تفرجوا في الفيديو لايف كسواء على قناه اكسبريس اف ام في اليوتيوب او على اللايف في الفيسبوك وبطبيعه تلقاو حواراتنا ايضا على لينكدين وتابعونا في المباشر كما توا برشا منكم اكيد في سياراتهم ربي وجهكم خير. قعدوا معنا فاصل مع الاخبار 7:30 من الهاني وراجعين.